وعلى اكمل وجه، وان الجماهير كمان تعي دورها وان هي الاساس في عوده الجماهير طبعاً والسماح لهم بملء الاستادات والمدرجات. اخيرا سؤال سريع جدا كابتن طارق، هل نتوقع الفتره الجايه كابتن طارق العشري تجربته القادمه في التدريب ان شاء الله هل تكون داخل ولا خارج مصر؟ الاقرب الاقرب خارج. خارج مصر في بعض الاتصالات او المفاوضات ان شاء الله. في النهايه بنتمنى لك التوفيق ونشوف تجربه اخرى ربما مثل التجارب الناجحه السابقه او تفوقها نجاحا ان شاء الله، وبنسعد بيك دايما في النادي الاهلي وعلى شاشه قناه الاهلي يا كابتن. شكرا، سعدت بتواجدي معاكم وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. مشاهدينا في نهايه هذا الحوار بنشكر نجمنا الكابتن طارق العشري نجم الاتحاد السكندري والكره المصريه سابقا، وواحد طبعا من افضل المدربين المصريين واصحاب البصمات واللي حققوا بالفعل بطولات وإنجازات في الفترة السابقة، ونتمنى له أن يستمر مشواره بنفس القدر من النجاح وأكثر إن شاء الله في المرحلة المقبلة. نشكر حضراتكم على المتابعة. نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي في كل مكان، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.